يا بابا لو العربية اشتغلت لوحدها وشك هيبقى كفتة. مين اللي هيشغلها وانا برا؟ في ايه؟ يلا في ايه عندنا معاك يا بابا؟ بس صار معيش. انا اسف. انت مش قاسي الزيت ده 60 مرة امبارح؟ امبارح غير النهاردة يا بابا. انت هتديها حقنا خلصنا يا ابني. دي مسؤولية. ولعلم حضرتك لما نوصل هنركن العربية المعفنة دي بعيد عن بيت ام نوال، مش عايز فضايح. السعر من العربية. روح خد لك تاكسي. أنا مش رايح. انا اسف. اتفضل بقى يا بابا. يلا حبيبي. شفت ده يا خالتي؟ حتة ألماس تمنها 10600 جنيه هتاكل منك حتة. والله مين كده يا واد؟ ده ألماس. ولو اني ما بحبش ألبس الألماس عشان الحسد واللازم منه، لكن هلبسه بقى والحري صلى. راح فين يا نواه؟ رايحة كوافة. في سلامة حمدي؟ مفيش. الله يسلمك يا نونة. انت رايك يا خالتي في موضوع الخطوبة ده؟ يا اخويا انا ماليش رأي. الرأي رأي بشندي. لو وافق يبقى انا موافقة، موافقش بقى يبقى كل شيء نصيب. وبشندي دخله ايه في الموضوع ده؟ لا 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 اوعى تخبط، دول اهل الطلع والمستخبي، تروح في 60 داهية. عندك حق، يبقى بشندي هو الحل. ايه يا بابا الطريقة دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح. ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده، مفيش حاجه اسمها بيئه. يا بابا مش لاقي عليا، ام فانكي. انزل يا فانكي خد لك تاكس اذا كانش عاجبك. طب امشي بسرعه يا بابا، احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا. سيبك منه. انت لازق فينا ليه يا رزل؟ مشاري واسع. هتلاقي أمك تجيبها لك. يا راجل يا حمار، استنى عليا أنا حوريك. أنت نازل ليه يا أخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، مشاريع واسع قدامك. أنا حمار؟ طيب واجب، لما تخش عليا الدخلة دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين عربية المولد اللي أنت راكبها دي مش عاجباك العربية؟ تبقى حمار. بابا حمار وسيء جمال. شجعك عربية يا شباب. ما كترش بالكلام، هتفتحي. خليك انت ما تغلطش فيه. خليك بعيد. ما كترش بالكلام، خليك بعيد عشان انتك انت ما تكرمش. انت لازم تتربى. ده وريني رخصك يا بابا. تتطحن. انا اترزح. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تيمور يا تيمور. تعالى هنا. لا كان معاه واحد صغير بس تعرف راح فين. ابو سامي اتفضل. يا بابا انت تيمور. انا للاسف تيمور. يا بابا اخبار الخلانوسة ايه؟ مش سافره بس انا اعرف انها في اسكندريه وطنطا. مسافرة برا مصر. اه لو كانت موجودة هي دي اللي هتجيب لنا قرارهم واصلهم وفصلهم. يا رب ناولني شوفتها يا رب. كلنا شغالين بقى امرها. خدي ورش شوية المية على الكراسي اللي هيقعدوا عليها. حاضر. ازيك يا بابا؟ ازيك يا لوزة؟ عامله ايه معاك يا لوزة يا ست هاني؟ حلوة يا اخويا زي الفل، ما تتخيرش عنك. ايش برا البيت؟ الله يعلي اصلك كمان وكمان. ماما ايش يا ماما جايالك يا نوال؟ ايش برا بعيد عن البيت. عايزه ايه؟ مين اللي جاب بشندي ده هنا؟ انت مش عاوزاه يجي في يوم زي ده؟ امال مين اللي هيجيب لي قرارهم ويطمني عليكي؟ نفسك اخطب لك وانا منتصر يا بابا. ما تقولش كده والله، ده انا فخور بيك جدا. ده انت استحملت ضربه ما استحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه. لا انت جوه همشي. ده بيني وبينك بابا احنا نخش الزباله دي. الزباله انت عارف مدفوع فيها كام؟ يا ماما انت عايزه تفضحيني. خش وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزه. العروسه ماتت يا بابا. اول يوم ده بان من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجوده. اتفضلوا. انت البولية يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا.
الخير يا فندم تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ ما اعرفش، يمكن واحد من قرايبهم. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله، انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش يسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. طنط زي حضرتك. الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي. باين على وش حضرتك، انما كفل الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم، خناقه بسيطه في الشارع، بس بابا ضرب الناس بفترة. بس ده وشه متدمر خالص. ما حريك بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترع. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني، بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا. هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا التربي ده فقلقنا شويه. لا ده بشاندي. بشاندي بشاندي ده بركه البيت. زي ما يا ابني. ايوه بابا عيني. يا حبيبي يا ابني. انت عامل ملح في عيني يا بابا. ايه يا هارب؟ بترش ملح علينا ليه؟ الله، ناويين تخللونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بينا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي معلش. تحرقني يا حبيبي. ما ردتيش علينا يا هارب. ربك كريم، هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. اوامرك يا سيدي. ده حصان. حصان ولا حمار؟ نعمل ايه؟ هو حضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكليه؟ طبعا بيت نوال. يا نوال يا نوال. بنتي نوال. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلامتك. ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجه، حاجه بسيطه حاجه بسيطه. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ايه مش ملاحظه حاجه عليا؟ مفيش سلامتك ولا حاجه؟ سلامتك. الله يسلمك. ايه البدله دي؟ ايه؟ ايه البدله دي؟ بدله؟ انت لسه شفتي حاجه؟ مبهوره بالبدله دي. منور يا عم. الله يخليك، انت منوره ما شاء الله. قمر بدري منور. استر استر من العين. يا عم احنا طبق فول، ايه اللي بيعمله ده؟ ما ردتيش علينا يا هارب. الولد قلقان. انا لسه ما جاليش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. هو مين اللي يشهل يا فندم؟ الله الله الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى، انتوا سيبونا يومين عشان نفكر، مش كده يا بشندي؟ المكتوب مكتوب، واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعه احنا جايين نعمل عمل، ايه الاسلوب اللي فيكم ده يا نوال؟ تيمور ولا كلمه. استهانم عقبال ما يجيلك الرد. تليفون بيتنا عند بنتك هريانة، تليفونات ليل ونهار بتصلي بينا. يلا يا بابا ما تكلمش في حياتك ولا كلمه قدام. يلا معلش يا عمي انا اسف. شاكرين قوي يا نوال، جايبانا انا وابويا ترش علينا ملح. شاكرين قوي. يقولوا علينا ايه يا ماما؟ بيتنا جنين. احنا علينا في المنطقه كلها. ايه خير يا بشندي؟ ايه الاخبار؟ لا يجوز يا هان. انا قلت والله انه لا يجوز. الوليه حماتك دي دماغها ضربه. يا بابا انا مالي ومال، انا اتجوز بنتها. بابا احنا بقالنا ساعه بالليل مش هنروح. هوديك مطعم كباب اللي كلت فيه انا ومرحوم امك يوم خطوبتنا. ربنا يخليك يا حبيبي. انا لما كنت عاوز ابسط امك وافرفشها وادلعها كنت عازمها في المطعم ده. كل يا تيمور. كل يا ابني. انت داخل على جواز محتاج ترب عظمه. اللحمه حلوه قوي بابا. قوي. مش بتجيبني ليه من زمان؟ هو الحاج وجوده ده سهل، ده بالحجز يا ابني، انا حاجز لك دي من اسبوع الترابيزه دي. ربنا يخليك يا بابا. بس ده راجل كريم قوي. بص الريشه قد ايه؟ انا عمري ما شفت ريشه كده. هو عيبه انه غالي، بس الغالي تمره فيه. يا بابا انت هتقتلني عشان انت اللي هتدفع؟ يا ابني انا اقصد طعم اللحمه هنا غير اي مكان تاني. بقول لك يا بابا بعد اذنك ممكن بعد الخطوبه فاعزم نوال وامها هنا؟ وامها لا، نوال في عينيا الاثنين. طب والنبي يا بابا انت ما بتاكلش، خد من ايدي دي. يا ابني كل انت. بص يا بابا الريشه قد ايه؟ ده الراجل ده كريم جدا. طب والنبي لا تاكل حاجه. انا عندي كل بس انت. والله ما بتاكل. طب انت اطول وانا اطول. ايه بابا الحكومه دي في ايه؟ يلا انزلوا. دول اعظم القوم. اعظم؟ قصدي كبارات البلد بيجوا ياكلوا هنا دايما على طول. اكل ستايل بصراحه. مش كده؟ اه والله. مراح فين كده بابا؟ تلاقيهم ما لقوش ترابيزات فاضيه هنا، هياكلوا على الواقف جوه. والنبي يا بابا اما نخلص دول اطلب لنا 2 كيلو تاني. عينيا يا حبيبي. انت والله انت متلف. بتكسفني يا طب دي اطرى من اللي معاك. طب امسك بس. عمي يا يا باشا ده لحم خلفان مطبوخ في المذبح. انت بتاكل الناس لحم حمير. الحمير دي بس عاملها في الدليفري. بسميكوا اللي بتاكلوها دي لحم حمير. اه
لك يا بابا. صبر علي مرحوم امك وكلتها هنا كتير. يس 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 يس. شكرين على العشوة الظريفة دي يا بابا، إن شاء الله تعمل لنا على الغدا بكرة صينية كلاب. يعني أنت أكلت لوحدك؟ ما أنا واكل يجي نص حمار. ماشي ماشي. اتفضل. يوعى. اتفضل. اتفضل يا عمي. أنا فودة 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 فودة. فودة إيه وزفت إيه؟ الهزار الماسخ بتاعكم ده ناقصكم أنا؟ حرام عليكم. طالع معايا ولا هصيع مع الفشلة دول؟ هيصيع مع الفشلة دول يا عمي. طيب هات لي معاك فوار. حاضر يا بابا سلامتك. ايه الاستهبال ده؟ فرصة نموت فيها يا عم. بنهزر. بقول لك ايه؟ ايه؟ اطلع هات الكونترباص. ليه؟ عندنا حفلة بكرة. تتكلم بجد؟ ايوه. مين مين؟ بابا وحياتك ابعت لي كونترباص. وحياة أميرة ولبنى وسميرة، وحياة أميرة ولبنى وسميرة ونادية وأختها، وحياة أماني وسمر وناني، وحياة أماني وسمر وناني والشلة كلها. نركز يا جماعة، هنعلى بأميرة ونوطى بأختها، أوكي؟ خدي اتصلي بيه. اتصل أقول له إيه بس؟ أوعى أنت أوعى. ألو. أيوه يا نواف. كلهم موجودين، يعني هيروحوا فين؟ الشلة كلها. تيمور. نعم. تليفون نواف. يا نواف ما جيتيش ليه؟ مش في بروفة عشان الاغنيه بتاعت بكره؟ انت مالك في ايه؟ ملخبطه ليه؟ طب خلاص هشوفك بكره، مش مشكله، تعملي بروفة قبل ما نشتغل. اه حلو قوي، يلا باي باي. ما اكدتيش عليه ليه؟ اكد عليه ازاي وانتوا كلكم واقفين فوق دماغي؟ واحد سارق اقعد على المصر ثمنه 10000 جنيه، نكلمه ازاي؟ نبعت له مسج؟ من فضلك تيمور مش حرام. يا بنتي ده املنا انه يطلع بريء. بس انت ابعتي هاتيه هو وابوه وانا هعرف مين اللي سرق. الخزعبلات دي تعملها على حد تاني. مفيش حد غريب دخل البيت غير هو وابوه. يا ماما دوري كويس، ابوس ايدك. يا بنتي احنا مش هنتهمهم، عمك بشندي هيفتح المندل ويشوف مين اللي سرق. صدقيني مش هو. يا بنتي مدور وعينه مدوره وقصير، اكيد هو اللي سرق. تيمور مش مدور ومش حرام. لا مدور وحرامي كمان. هلا ايفريبادي، تيمور سبيكينج، يو نو مي. اوكي يو ونا ليسن تو مي. لو سمحت يا بابا خليك في هدومك وخلينا انا في تيشرتاتي. هما خدي انت وانا هقابلهم. حاضر.
بص يا عم، انا وبابا النهارده فطرنا ملح وجبنا ملح زياده عشان لو احتاجنا في القعده. لو سمحت بقى عشان بابا عنده هشاشه عظام. اتفضل يا بابا، اتفضل. يلا بق وما تنحش. يا بنتي انا ما اقدرش اخرج الا لما البشندي يقول لي. انا جدتي مش خالصه، انا في ايدي الناس. لو ما خرجتيش انا هخرج. استني بس شويه وانا هخرج لهم. استني تركت الدنيا بجملي بجملي تركت الدنيا بجملي يا بفره بفره. بيحضر قرش حشيش. ايه فرق فرق في درويسي غرقي جليل ابي كتول. طب ما تقول كده يا اخي، ما تنكدش علينا. في ايه؟ عايزنا نرقص. صايم ارقص يا تانت منوال العينة. حياتي النبي ترمطوبة يا تانت. الراجل ده بهدلنا انا وبابا جدا. عامله معروف المطوبة. اعتبروه مربوس. حاسب الشرابة هتحرق. ايه يا هارم، حد قال لك ان ابني ملبوس؟ ايه يا بشندي ظهر؟ هو ايه يا تانت اللي هيظهر؟ انت هتحضرها عفريت؟ العقد الالماظ يا حبيبي. لا يا فندم، انا متفق مع نوال، هجيب دبلتين وموبايل. دبلتين وموبايل؟ احنا بنتكلم على عقد الماظ اختفى اتلقط. لاحظ ان كلامك جارح يا طنط. استنى انت رايح فين؟ انت مش فاهم. عودي ايه يا هاني بتكلم عليه؟ العقد الالماس بتاعي اللي اختفى وانتوا موجودين هنا يا حراميه يا نور. لا الجرح زاد قوي. يلا انت مش معايا. هم العقول يتعدوا. هم يا هانم الطالع كشفهم. طالع ايه ونازل ايه يا عم سلم انت؟ انت عارف بكلمه مين؟ انا درزي حريمي، عمري ما حد سرقني في متر وماشي مش عقد الماس. بابا انا اسف، انا اسف بابا. ارجوك يا تيمور تاخد عمي وتمشي من هنا. يا اخرتها انا وقلت سرقونا. اخرتها ايه؟ ده احنا لسه في اولها. وانت وربنا اوريك ابو ابو ثلاث سنين اشيلهم لك. يا راجل يا مقشف امك راسك لابويا. عشان خاطري امشي دلوقتي. يا بابا انا اسف يا بابا. سيبنا ربيهم يا بابا. وربنا لا استناك تحت. بنت يا نوال سيب الحرامية دول وتعالي هنا يا بنت. الحرام اللي واقف جنبك النشال يا صايع. يا راجل يا مقشف يا معفن يا بقى. معلش يا تيمور امشي دلوقتي وانا هقابلك بالليل. يا ابو بقى فاضي. عدوا البوليس يا خالتي. وانا ناقصك يا حمدي. ايه ده؟ وده حمدي الجواهرجي الحبيب. اوعى ايدك، سيب البدله. سنيه سنيه مين يا معفن؟ بس اوعى يلا سيبنا نضربها بره. تضربني يا عندك ده يلا بقى عندك. يلا راجل انت من خدك لك وسر. يلا يا معفن يلا. كده خرج ولن يعود. بعد عليا بقى في المحل عشان ادي لك عمولتك. الله 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 الله. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هتقعد لنا يا عم في حته بقى عصبتنا. الله، ما انا جوايا نار بتغلي نار وانتوا بتشربوا شيشه. ناقص تجيبوا رقاصه. اكيد بشاندي دوت مظبط مع حمدي ابن خالتها عشان يطيرك يا ريس. قصدك تقول بشاندي هو اللي سرق العقد؟ قاطع دراعي باللي ده، اما كان بشاندي ده هو اللي عملها. استنى بس، دي البنت لوزه الخدامه بنت بشاندي. تصدق هو بشاندي؟ انت هتقفوا جنبي ولا ايه النظام؟ انا رقبتي سداده، شوف رقبه فوده. معاك يا معلم. يا رب. طب اقول لك الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 7. يا نهار اسود، ميعاد نوال. نوال يا بيه. بقول لك يا نوال، انا عايز عنوان بشاندي ضروري. بشاندي ايه بقى؟ ده وقته؟ احنا صدقنا بقينا لوحدنا. يا بنتي ده عايز يفرق بينا، ده انا ممكن اولع الدين. ايه يا اعمى؟ يا اعمى؟ ايه مش في ناطح ماشي معاه ولا انا مش مالي عينك؟ لا يا عم انا عملت لها حاجه. انا استناك لما تعمل لها غور امشي. حرام يا تيمور، ده ولد صغير. صغير بيكبر. هنا نوال انت مشكلتك حاجه واحده، مش متخيله انا بخاف عليك قد ايه. ما بتقش حد يلمسك. انت بجد بتخاف عليا قوي كده؟ انا مش هجاوبك على السؤال ده، انا هخلي الايام هي اللي تثبتك. ايه ده يا تيمور؟ الشجرة وقعت يا استفندي. وشرفك لو عايز سمك انا انزلك منها سمك. الحد يلمسك قال ده. انا اشيل كلمة ذكر من البطاقة. اثبت ياض. بتقول لي مين ياض يا ابن التايه؟ بقول لك انت. لا اصحى، كلها بتاكل بروتينات وعارفة بعضيها. ايه البول حمضان ده؟ استنى انت يا بسل. مالك ياض يا وش؟ منتهب علينا ليه؟ في حاجة؟ في حاجة. في جماجم بتهاجم وعفاريت بتموت، لسه حافظها امبارح. خلي بالك ده ممكن يقطعك. اسكت انت. مين البت دي؟ ايه؟ واحدة كده. واحدة ايه يا تيمور؟ البت دي تلزمنا، نفض لنفسك يا. نفض ايه؟ في حاجة في هدومي يا نوال؟ هدومك ايه؟ انا مخطوفة. ما تكبرش الموضوع بقى يا نوال. يا نهار اسود، البت اتخطفت.
ده بسلة انت وقفصين الخضار اللي معاك. مين اللي هاكل على قفاه الاول؟ يلا قلتلك هيقطعها. امراه فين؟ راحوا فين؟ في حاجة ياض؟ عايز حاجة ياض؟ عايز الاستفندية بتاعتي. خد تعالى بتعرضها ياض. انا مش قلتلك طريها ياض؟ انا طريها. اوعى تفكر تمشي ورانا. ليه امشي وراكوا ليه؟ يلا بسلة فلا هلا. يا كابتن في حاجة؟ لا باشا مفيش حاجة، أنا كنت جايب خطيبتي من الدرس فالعيال دي غلست، بس أنا قمت بالواجب يا باشا. صح؟ طب خد خطيبتك وروح وبلاش تمشي في شوارع الضلمة دي تاني. حاضر يا باشا، مش همشي في الشوارع دي تاني. سلام باشا. كده تسيبهم ياخدوني؟ أنت بتستهبلي، ياخدوك إيه ده أنت روحي؟ افهملي، أنا ما أقدرش أتخانق وأنت معايا هتتبهدلي، وكنت شايف الحكومة في المكان. أنا قلت كده برضو. هتعمل إيه مع باشاندي؟ لا باشاندي ده حكايته حكاية. في ايه يا تيمور؟ في ايه؟ ما تخلى نمشي في الشارع ده. انت مش لسه حضرة الضابط قايل لنا ما حدش يمشي في الشارع؟ بصي شكله عاجبك الشارع. انا ماشي انا ماشي. اصحى يا سيبتهوفن. يا بابا خير؟ انت جايلك نوم وابوك متهم بالسرقه. يا بابا اعمل ايه؟ انا نايم. حرام. تنام ازاي وابوك حرامي؟ خلاص يا بابا روح سلم نفسك. انت بتهرج كمان؟ طب اعمل ايه يا بابا؟ انزل اقتلهم دلوقتي. يا ريت يا ابني تجيب لي حقي، ولا ناوي تهرب زي ما هربت في خناقه العربيه؟ وشرفك يا ابويا وشرفك اللي جيب لك حقك. ما تشوف بس سيبنا نام دلوقتي. انا مش حرامي يا تيمور. انا عارف يا بابا بتقول لي انا ده ابنك. تصبح على خير. انا مش حرامي يا ابني. والله يا بابا عايز انام. عايز انام. انا مش حرامي. أنا مش حرامي. انا عايز انام ابويا. تيمور انت نمت يا ابني؟ عايز حاجه بابا؟ كنت عاوز اقول لك انا مش حرامي. بس بقى يا بابا. ده بيت باشاندي؟ هو دوت. اخلص اخلص. حاضر يا باشا. سيادته المدير حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم صاحب توكيلات الطيور المهاجره. هو اللي مأكلنا. هو اللي ملبسنا. هو اللي مقلعنا. هو حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام. اطلع اقول لك. قل لي هدول مساكين؟ مساكين سيادتك. يلا طلع طلع. وزع. فرقوا مالي. فرقوا فرقوا. لا حول الله. بعدك شب ترى. والله حزنت عليك. والله تأثرت لي لحظة ابكي. والله قل لي انت مشلول ولا رجولك منملة؟ لا اخويا مشلول. وانت وهاب على رجليك. خمسة معك فلوس وعملت مرة